بك قلبي يشدو وبك الروح لتغدو مرتاحة في رحاب الله. أستقي الأنوار منك كنت وجداني إليك دائما يا كتاب الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السادة المشاهدون، السيدات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الإتقان لتلاوة القرآن. بحمد الله تبارك وتعالى وصلنا في القراءة المنهجية التي اعتدنا أن نبدأ بها كل حلقة إلى الصفحة 260، الصفحة 260 والآية 34 من سورة إبراهيم عليه السلام، الآية 34 من سورة إبراهيم عليه السلام، والآية أولها: وآتاكم من كل ما سألتموه. نشرع إن شاء الله تعالى في تلاوة الصفحة التي مقررة علينا في هذه الحلقة، ثم نعلق على بعض الكلمات التي هي بحاجة إلى مزيد عناية، وبعد ذلك في القسم الثاني من برنامجنا نقرأ ما تيسر من كتاب التبيان في آداب حملة القرآن للإمام النووي رحمه الله، وفي القسم الثالث والأخير من برنامجنا نفتح المجال للاتصالات الهاتفية لمن أراد منكم أن يقرأ من الصفحة التي بين أيدينا ويتأكد من صحة تلاوته، أو إن كان عنده سؤال في تجويد القرآن العظيم أو في الوقف والابتداء فأهلا وسهلا بكم. نشرع بالتلاوة من الصفحة المذكورة، الصفحة 260 من سورة إبراهيم عليه السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم
الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين منين يوم يقوم الحساب. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. هذه الصفحة التي قرأناها ننبه على بعض الأشياء فيها، من جملة ذلك لاحظوا بارك الله فيكم أن الصفحة بدأت بقوله تعالى وآتاكم من كل ما سألتموه. من الذي آتاكم؟ الله سبحانه وتعالى. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأنني سبق أن ذكرت وأذكر بين الفينة والأخرى بأنه عند قراءة أي شيء من القرآن لا بد من الاستعاذة. قال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ومعنى فإذا قرأت أي فإذا أردت قراءة شيء من القرآن، كقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة فاغسلوا. إذن الاستعاذة لابد منها، سواء كان القارئ يقرأ من أول السورة أو من أوساط السور لابد من الاستعاذة. أما البسملة فهي متعينة في بداية السورة، لأن في بداية كل سورة افتحوا المصحف تجدون في بداية كل سورة بسملة، فهي من كتاب الله ومنصوص عليها ومكتوبة، هي آية قيل بأنها آية مستقلة نزلت للفصل بين السور، وقيل بأنها آية من أول كل سورة، ما يهم هذا الخلاف، المهم أنها آية. طيب في بداية السور لا بد منها، طب في أوساط السور أنا بدي أقرأ من وسط سورة كحالنا الآن، بدي أقرأ من وسط سورة من السور، هل أبسمل أم لا أبسمل؟ مخير، إن أحب أن يبسمل في وسط السورة فليبسمل، وإن أحب أن لا يبسمل فلا يبسمل. لكن في بعض المواضع يترجح البسملة أو تترجح البسملة، وفي بعضها يترجح عدم البسملة. كيف هذا؟ مثلا هنا وآتاكم، من الذي آتى؟ ضمير يعود إلى أقرب مذكور. إذا قلنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وآتاكم من كل ما سألتموه، يعني مو مناسبة، انتبهتوا؟ لأنه آخر مذكور الشيطان الرجيم، فهنا يترجح أن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وآتاكم من كل ما سألتموه. فصار الضمير في وآتاكم المستتر يعني يعود إلى الله الرحمن الرحيم، انتبهنا؟ نص على هذا الإمام ابن الجزري رحمه الله في كتابه النشر، ونقل هذا أيضا هذا الأمر أو هذا الفعل
عن الإمام الشاطبي وعن غيره من العلماء، ذكر هذا في النشر في المجلد الأول، القسم الأول من كتاب النشر. إذن هو أمر مروي. مراعاة المقطع هنا مثلا بدي أبدأ إليه يرد علم الساعة، ما يصح أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إليه يرد علم الساعة، ما يصح. علينا أن نقول بسم الله الرحمن الرحيم إليه يرد علم الساعة، فالضمير في إليه يعود إلى الله الرحمن الرحيم. تبهت كيف؟ وبالعكس إذا بدنا نبدأ مثلا، نحن عندنا سورة التوبة أولها براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، هذه السورة الوحيدة في القرآن ليس في أولها بسملة كما قال الإمام الشاطبي رحمه الله، لتنزيلها بالسيف لست مبسملة، يعني قالوا في حكمة عدم وجود البسملة في أول سورة براءة أنها نزلت بالأمر بقتال المشركين، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. تبهنا؟ فقياسا عليها لو بده يبدأ القارئ مثلا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، ما بيقول بسم الله الرحمن الرحيم المنافقون. إذا بده يبدأ وقالت اليهود يد الله مغلولة، ما بيناسب يقول بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود. بده يبدأ الشيطان يعدكم الفقر، ما يناسب أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم الشيطان يعدكم الفقر. الأنسب أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم المنافق والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. انتبهنا؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالت اليهود يد الله مغلولة. يترجح عدم البسملة إن كان أول الآيات ضمير يعود إلى الشيطان أو ذكر الشيطان أو ذكر اليهود أو ذكر الكفار أو الأشياء التي هي مرفوضة شرعا. انتبهنا؟ فيترجح عدم البسملة. إن كان المقطع أوله ضمير يعود إلى الله عز وجل سبحانه وتعالى فتترجح البسملة. أرجو أن تكون هذه المسألة قد صارت واضحة. عندنا في الآية الأولى أيضا التي قرأناها وإن تعدوا نعمة الله، مر معنا نظيرها في الصفحة التي قبلها في الحلقة الماضية عند قوله تعالى ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله، وقلنا بأن هاتين الكلمتين انظروا إليهما من كان منكم معه الآن مصحف الصفحة على اليمين الآية 28 ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كتبت بالتاء المبسوطة، والتي على الشمال أيضا كتبت بالتاء المبسوطة وإن تعدوا نعمة الله، كلتاهما كتبت بالتاء المبسوطة، وهذه لهجة عربية صحيحة فصيحة، بعض العرب يقفون على هاء التأنيث بالتاء، أغلب العرب يقفون بالهاء. تبهنا كيف؟ يعني بدهم يقول مثلا البقرة بيقولوا البقرت، هكذا في كلامهم العادي. فما كتب بالتاء المبسوطة في المصحف الشريف اتباعا للمصحف نقف عليه بالتاء اختبارا أو اضطرارا، لا نتعمد الوقف عليه، كقوله تعالى وإن تعدوا نعمة، ولا نتعمد ذلك، دائما أذكر لا نتعمد ذلك، إنما هو إما للاختبار أو للاضطرار، الاضطرار ضيق النفس النسيان إلى آخره، سعال عطاس. في الآية 36 ربي إنهن أضللن، ضاد ساكنة لل بعدها لامين، انتبهوا للضاد، ربي إنهن أضللن كثيرا، وبس، لا يقول أحد الض هذا الض ما يصح، صوت زائد، أضللنا كثيرا. الآية 38 آخرها وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. السماء هذه ألفها بعدها همزة في الكلمة نفسها، فهذا مد متصل يستوجب أن مده 4 حركات أو 5 حركات، ولكن في الوقت نفسه لما وقفنا على هذه الكلمة بالسكون الهمزة في السماء صارت في السماء، فسكنت الهمزة عروضا. ما معنى عروضا؟ عرض لها السكون بسبب الوقف، تبهنا، فانطبق عليها بالإضافة إلى تعريف المتصل تعريف العارض للسكون،
فانطبق على ألف السماء تعريفان في الوقت نفسه، تعريف المتصل والذي يقتضي أن نبد أربعة أو خمسة أو، وتعريف العارض للسكون، لأن تعريف العارض للسكون هو أن يأتي حرف المد وبعده حرف ساكن سكونا عارضا، منطبق تماما على هذه الكلمة. العارض للسكون جرت العادة عند القراء أن يمدوا حركتين أو أربعة أو ستة أيضا بالتخيير. فإن أردنا أن نقف على ولا في السماء نقف إما أربعة أو خمسة وأحيانا ستة. أربعة متى؟ إن كنا نمد العارض للسكون أربعة ونمد المتصل أربعة، فلما نقف عليها نقول ولا في السماء أربعة. فإن سئلنا ما هذا المد، باعتبار أن التعريف انطبق على الكلمة مرتين، نقول مد له سببان، مد له سببان. أما لو كان من عادتنا أن نمد المتصل خمس حركات لحفظ والعارض أربعة، لما بنصل لهذه الكلمة نمدها خمسا على أنها متصل، ونهمل الأربعة ونهمل الحركتين. انتبهنا؟ طيب، إذا كان أنا عم مد المتصل أربعة أو خمسة والعارض للسكون عم مده ستة، وأردت أن أقف على ولا في السماء، كيف أقف؟ ستة، أقول ولا في السماء، مثله مثل غيره من العارض للسكون. إن كان طريقتي في القراءة أن أمد ست حركات للعارض للسكون، فإن سئلت ما هذا المد أقول مد عارض للسكون. طب لماذا أهملنا المتصل؟ لأن العارض إذا مد ستا حمل على اللازم، واللازم أقوى من المتصل. لها شرح، تستطيعون أن ترجعوا إلى شرحي للمنظومة الجزرية عند مبحث أسباب، عند مبحث أقوى السببين، أقوى السببين، قاعدة أقوى السببين في المدود، قاعدة أقوى السببين في المدود، لها شرح طويل اختصرته لكم في هذا الموضوع. ربنا وتقبل دعاء، هذه أيها الإخوة في الآية الأربعين أصلها ربنا وتقبل دعائي، لكن العرب تكتفي بالكسر عن ياء المتكلم. انتبهنا؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أصلها ليعبدوني. هنا أيضا دعاء أصلها دعائي، ربنا وتقبل دعائي، هكذا أصلها. وقرأ بذلك بعض القراء، بعضهم وصلا وبعضهم وصلا ووقفا. أما حفص رحمه الله الذي نقرأ بروايته فقرأها من غير ياء، لا وصلا ولا وقفا. انتبهنا؟ يعني لو وصلنا نقول وتقبل دعائي ربنا اغفر لي من غير ياء، لا في الوصل ولا في الوقف. هذا أهم الأشياء التي في هذه الصفحة من الملاحظات. إن شاء الله بعد الفاصل نأخذ فاصلا وبعده نقرأ ما تيسر من كتاب التبيان، وفي القسم الأخير من البرنامج إن شاء الله سنفتح المجال للاتصالات الهاتفية، من أراد منكم أن يتصل لي يسمعنا من هذه الصفحة، فأهلا وسهلا بكم، حياكم الله. كنت وجداني إليك دائما يا كتاب الله، كنت وجداني إليك دائما يا كتاب الله. السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله أيها الإخوة الكرام. وقف بنا الحديث في الحلقة الماضية فيما نقرأ من كتاب التبيان في أداب حملة القرآن للإمام النووي عند قوله رحمه الله فصل في وجوب صيانة المصحف واحترامه. قال رحمه الله أجمع المسلمون على وجوب صيانة المصحف واحترامه، كيف لا وهو كلام الله عز وجل، يعني كيف لا نحترم المصحف ونوقره وهو كلام الله عز وجل. قال النووي رحمه الله قال أصحابنا وغيرهم، أصحابنا يعني فقهاء الشافعية، إذا قال أصحابنا يعني فقهاء الشافعية، وغيرهم يعني من المذاهب، لأن هذا الأمر لا خلاف فيه. ولو ألقاه مسلم في ألقى والعياذ بالله المصحف أو بعضه
في القاذورة والعياذ بالله تعالى صار الملقي كافرا. طبعا مو على إطلاق هذا الكلام، يعني إن كان عالما بأن هذا مصحف، عالما بأن هذا قاذورة، انتبهنا، عاقلا، عاقل يعني واعي، هو يعي ما يفعل بهذه الشروط، متعمدا يعني غير مكره، عاقل، عالم بأن هذا مصحف وهذه قاذورة ضمن الشروط كلها، إن فعل ذلك متعمدا والعياذ بالله قال صار الملقي كافرا. كيف لا يكون كافرا وهو يهين كلام خالق الأكوان جل جلاله؟ انتبهنا كيف الأمر خطير، لكن بالشروط التي ذكرناها. أما إن كان ما له منتبه، ما له عارف أنه هذا مصحف، ما له عارف أنه هذه قاذورة، إن كان مغلوبا على عقله، إن كان مجبرا أو مضطرا من قبل أحد، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قالوا يعني الفقهاء ويحرم توسده، التوسد يعني أن نجعله كالوسادة، يحط المصحف أو مصحفين ثلاثة ويحط رأسه عليهم كأن المصحف وسادة، يحرم هذا الفعل أيضا لأن فيه عدم تقدير وتوقير للمصحف الشريف كلام خالق الأكوان جل جلاله. بل قال النووي بل ما قال يحرم توسده، بل توسد أحد كتب العلم حرام. يعني واحد يجيب كتب حديث أو كتب فقه يحطها ويعملها مخدة، ما بيجوز. فكيف بكلام المولى عز وجل؟ ويستحب أن يقوم للمصحف إذا قدم به عليه، ويستحب أن يقوم للمصحف إذا قدم به عليه. أيضا كل هذه الأشياء تصب في معنى واحد وهو التوقير والاحترام والتبجيل. قال ربنا ومن يعظم شعائر الله فهو خير له عند ربه، والآية الثانية فإنها من تقوى القلوب، من تقوى القلوب. ذكر لي أستاذنا الشيخ الزيات رحمه الله وأستاذنا الشيخ أحمد عبد العزيز الزيات المصري الأزهري رحمه الله القاهري، إمام طبعا إمام كبير رحمة الله عليه، قرأت عليه سنة 1400 هجري، 1400، نحن الآن 1444، يعني قرأت عليه قبل 44 سنة في بيته في خلف الجامع الأزهر في القاهرة حرسها الله. هو كفيف رحمة الله عليه، وكنت أستحي، يعني كنت أسأل نفسي يا ترى هل ولد كفيفا أم أصابه مرض أثناء مراحل العمر أدى إلى زوال بصري؟ سؤال لا يسأل، لكن كان يحك في نفسي. فحكى لي مرة رحمه الله وشيخه للشيخ الزيات اسمه الشيخ عبد الفتاح هنيدي، عبد الفتاح هنيدي، بالعام يقولون عبد الفتاح هنيدي. قال لي الشيخ الزيات كنت قادما مرة إلى أستاذنا الشيخ عبد الفتاح هنيدي، فلما رآني وقف، فلما رأيته وقف، شوف قال لما رأيته، إذن كان مبصرا، فلما رأيته وقف أسرعت في المشي نحوه وقلت يا أستاذي الله يبارك فيك أنت تقوم لي أنا تلميذك، فقال لي أنا لا أقوم لك ولكن أقوم احتراما للقرآن الذي في صدرك، أنا أقوم احتراما للقرآن الذي في صدرك. هذا كله يعني يقول ويندرج تحت قوله تعالى ومن يعظم شعائر الله. هكذا هؤلاء صاروا أئمة بالتوقير والتبجيل والاحترام. كان أستاذنا الشيخ عبد العزيز عيون السود رحمه الله يقول لي ما وصل من وصل إلا بالأدب، ما وصل من وصل إلا بالأدب. فالأدب وفي بعض الآثار تعلموا العلم لتعملوا به، وتعلموا للعلم الأدب، تعلموا العلم مو مشان تقولوا للناس وتعدوا تتشدقوا، لا، تعلموا العلم لتعملوا به، وتعلموا للعلم الأدب. الله يجعلنا وإياكم من أهل الأدب مع الله، والأدب مع رسول الله بأبي وأمي، والأدب مع القرآن العظيم، والأدب مع الدين كله بشكل عام. اللهم آمين.
قال رحمه الله: ويستحب أن يقوم للمصحف إذا قدم به عليه، لأن القيام مستحب للفضلاء من العلماء والأخيار، فالمصحف أولى. وقد قررت دلائل استحباب القيام في الجزء الذي جمعته فيه، يعني في رسالة للإمام النووي في ذلك الموضوع. قال رحمه الله: وروينا في مسند الدارمي، روينا يعني عن مشايخنا، روينا نحن عن مشايخنا بالأسانيد إلى الإمام الدارمي، وروينا في مسند الدارمي بإسناد صحيح عن ابن أبي مليكة أن عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه، تصوروا ابن أبو جهل بنقول عنه رضي الله عنه، وأبو جهل إذا ذكر تلحقه اللعنات، لا إله إلا الله، كل واحد بياخذ عمله. أما عكرمة فكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يضره كونه ابن أبي جهل. أن عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه، طبعا رضي الله عنه راجع لعكرمة، كان يضع المصحف على وجهه ويقول: كتاب ربي كتاب ربي، يعني فرحان أنه هذا الكلام كلام الله عز وجل، لأنه أنا أين أنا من ربي؟ أين أنا؟ لكن اللي بين يدي كلامه، فأنا أفرح به لأنه كلام المولى عز وجل، يضعه على هذا من المحبة. هذه وجدانيات يعني يعرفها أهلها ولا يعترض عليها ولا يقال ما الدليل. الدليل الحب والتعظيم. كتاب ربي كتاب ربي، يضع على وجهه ويقول: كتاب ربي كتاب ربي. قال النووي رحمه الله: فصل في حكم السفر بالمصحف إلى أرض العدو وبيعه من الذمي وحمله للمجنون والصبي. حكم السفر بالمصحف إلى أرض العدو، العدو معناتها بلاد تقاتل المسلمين، هذا العدو. أما إن كانت بلاد لا تقاتل المسلمين وبين المسلمين وبينهم عهود ومواثيق وسفارات متبادلة، هذه ما عادت عدو، تدخل إليهم بجواز سفر ويدخلون إليك بجواز سفر، ولا يخشى على المصحف من الإيذاء في بلادهم، انتبهت كيف؟ أما العدو هو الذي يخشى إن وصل إليهم مصحف أن يأخذوه فيهينوه، تبعنا هذا اسمه عدو. وحكم بيعه من الذمي، الذمي هو إما اليهودي أو النصراني، هذا لأن له ذمة، لأن له ذمة. طيب لو إنسان بقي على دينه، بقي نصراني أو يهودي، وهل يجوز لو قال بدي اشتري مصحف، بيعني هذا المصحف، هل نبيعه أم لا نبيعه؟ الأمر الثاني حمله، حمل المجنون والصبي، المجنون مع عقله ذاهب والصبي صغير لا يميز، أيضا يشبه المجنون في أنه عقله لم يكتمل بعده. قال النووي رحمه الله: تحرم المسافرة بالمصحف إلى أرض العدو. العدو، وأؤكد يعني لا أحد يقول والله ما بسافر بالمصحف لفرنسا لألمانيا، هذه دول لها احترامها ولها سفاراتها ويسافر الناس إليها بجواز سفر، والناس هناك يحترمون أديان بعضهم، إن لو وجد واحد أو اثنين يعني يسيئون لا يقاس عليهم شعب طويل عريض بالملايين. تبهنا كيف؟ نؤكد على كلمة العدو. نعم، إلى أرض العدو إذا خيف وقوعه في أيديهم، يعني فيهينوه، هاي معنى الكلام. للحديث المشهور في الصحيحين، من الصحيحين البخاري ومسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. ليه؟ خشية أن يهينوه، خشية أن يهينوه. ويحرم، انظروا، ويحرم بيع المصحف من الذمي، أيضا لأنه قد يهينه، لا يعتقد أنه كلام الله، واحد لا يعتقد أن هذا المصحف كلام الله، عم تبيعه المصحف ليه؟ ممكن يأخذه منك ويروح يتلفه، أو والعياذ بالله يقوم بأعمال أستحي من ذكرها وأستغفر الله منها. فإن باعه، هو يحرم، لكن إذا باعه ففي صحة البيع قولان عند الشافعي، أصحهما لا يصح، البيع لا يصح، ترجع له فلوسه للمشتري
بتاخذ منه المصحف، والثاني يصح ويؤمر في الحال بإزالة ملكه عنه، يعني المؤدى مؤدى الأمرين إزالة الملك منه. ما يصح أن يمكن يهودي أو نصراني من المصحف خشية أن يهينه. قد تقول طب يا أخي بده يطلع بده يعرف، طيب مثل ما قال مولى عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، بدك تسمع تعالى سمعك، لكن أعطيك مصحف ما بعطيك مصحف. ويمنع المجنون والصبي الذي لا يميز من حمل المصحف. لما قال الذي لا يميز خرج الصبي المميز فوق 7 سنين، يقدروها بحدود 7 سنين. طبعا هذا الحد ليس كالسيف هكذا، لا، يعني ما شاء الله تبارك الله في أولاد يميزون عمرهم 6 وعمرهم 5، وفي ناس بيصلوا للتسعة ولساته الله يثبت علينا العقل والدين، لساته ما زال ما في فائدة. فيمنع الصبي والمجنون والصبي الذي لا يميز من حمل المصحف ليه؟ مخافة من انتهاك حرمته، ما له عرفان حاله شو حامل. طيب هل المجنون أو الصبي عليه أحكام؟ ما عليهم أحكام، اللي عليه أحكام هو وليهم، ولي المجنون أو ولي الصبي. قال النووي وهذا المنع، ما قلنا يمنع، وهذا المنع إيه؟ واجب على الولي وغيره ممن يراه يتعرض لحمله. يعني وليه أو أي أحد شافه ولد صغير إجا بده يأخذ مصحف يمنع، يمنعه، لكن كمان يعني بدون ما يخليه ينفر للولد. المجنون تاخده أيضا منه، المهم تاخده ما تخليه يمكن منه حتى لا يسيء أو حتى لا يقلل الاحترام. قال النووي رحمه الله فصل في حكم مس المصحف وحمله للمحدث. للمحدث، المحدث هو الذي ليس على طهارة، والحدث كما نعلم حدثان، حدث أصغر وحدث أكبر. الحدث الأصغر يزول بالوضوء، والحدث الأكبر وهو الجنابة تزول بالغسل. فصل في حكم مس المصحف وحمله للمحدث. يحرم على المحدث مس المصحف، المس يعني هكذا ببطن الكف، المس يكون ببطن الكف، مس المصحف المكتوب أو الحواشي أو الجلد، ويحرم مس الخريطة والغلاف والصندوق إذا كان فيهن المصحف. الخريطة يعني مثل بيت من الجلد أو القماش وله هكذا يعني حمالة يعلق، كان عادة على الجدار احتراما، يعلق المصحف على الجدار احتراما إذا كان فيهن المصحف. هذا هو المذهب الصحيح المختار عند الشافعية. إذا قالوا الصحيح يقابله غير صحيح، يعني الذي لا يصح، أما إذا قالوا الأصح فيقابله الصحيح. إذا قال والأصح كذا المقابل يصح فعله، لكن هذا أولى من ذاك. أما إذا قالوا الصحيح يقابله عدم الصحة. قال النووي رحمه الله هذا هو المذهب الصحيح المختار. وقيل لا تحرم هذه الثلاثة، مين الثلاثة؟ المس للمصحف وحمله، نعم، وحمل الغلاف. وقيل لا تحرم هذه الثلاثة وهو ضعيف، يعني القول هذا ضعيف. ولو كتب القرآن في لوح فحكمه حكم المصحف سواء قل المكتوب أو كثر، حتى لو كان بعض آية كتب للدراسة حرم مس اللوح. إذن الخلاصة لا بد من احترام كلام الله عز وجل ولا يمسه إلا المطهرون. انتهى هذا الفصل أيها الإخوة، ونقف على أول فصل جديد عنوانه فصل في حكم حمل المصحف بواسطة أو حائل. طيب فلان محدث وما حيمس المصحف، لكن هل له أن يأخذ عودا أو قلما فيقلب الصفحات به هكذا؟ هذا سنتكلم عنه إن شاء الله في الحلقة القادمة. نأخذ فاصلا ونعود لتلقي اتصالاتكم، فحياكم الله. وجداني إليك دائما يا كتاب الله، وجداني إليك دائما يا كتاب الله.
حياكم الله أيها الإخوة الكرام، هذا القسم من برنامجنا مخصص لاتصالاتكم الهاتفية. معنا الأخت إيمان من مصر، تفضلي يا أختي. السلام عليكم. وعليكم ورحمة السلام. الله وبركاته. وعليكم السلام، أهلا وسهلا، تفضلي من أول الصفحة. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من إن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. بارك الله فيك أختي الفاضلة، ما شاء الله تلاوتك جيدة. انتبهي لكلمة المحرم، را هذه راء مشددة مفتوحة مفخمة، المحرم. أيضا وإن تعدوا نعمتك، سر النون كسر كامل، ني وليس ني، لا تقولي نعمة الله ني، قولي ني كأنها ياء. وإن تعدوا نعمة، انتبهتي والباقي جيد. الله يرضى عليك، شكرا أختي الفاضلة. معنا أخونا أحمد من السعودية، تفضل أخي أحمد. السلام عليكم. ورحمة عليكم ورحمة السلام ورحمة. حياك الله. اقرأ من قوله تعالى، ربنا إنك تعلم ما نخفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي. ربنا اغفر، فير اكسر الفاء كسرا كاملا. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص
تلخص فيه الأبصار. بارك الله فيك يا أخ أحمد، ما شاء الله تلاوتك جيدة، الله يرضى عليك ويسعدك. معنا الأخت رقية من مصر، تفضلي يا أختي. السلام عليكم. وعليكم السلام، الله يحييك، تفضلي اقرأي من أول الصفحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا بارك الله فيك أختي الفاضلة، يعني الاتصال كان غير منضبط تماما، تلاوتك جيدة الله يرضى عليك وفقك الله، انقطع الاتصال خير، لكن ما سمعته منك كان جيدا. معنا الأخت فاطمة من موريتانيا، تفضلي. من أين نبدأ؟ من قوله تعالى من ربنا إني أسكنت من ذريتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. بارك الله فيك أختي الفاضلة، بارك الله فيك الأخت فاطمة من موريتانيا، تلاوتك جيدة بارك الله فيك، لكن أنت تخلطين بين رواية ورش ورواية حفص، يعني قلت ربنا إني أسكنت، إني أسكنت هذا ورش، حفص يقول إني أسكنت بياء ساكنة ممدودة، أيضا لا يقول تحسبن يقول تحسبن، من العرب من يقول حسب يحسب وحسب يحسب، فرويت هكذا ورويت هكذا، ولا تحسبن هذا حفص ولا تحسبن هذا ورش، فأنت بحكم أن منطقة موريتانيا أصلها التلاوة على ورش ولعلك أحببت أن تنتقلي إلى حفص فما زال عندك خلط بين الروايتين، هذا من حيث الرواية، أما من حيث أحكام التلاوة والحروف ووضوحها وإلى آخره من الأحكام التجويدية فتلاوتك جيدة وبالمثابرة تصير أجود إن شاء الله تعالى. معنا أم أحمد من مصر. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وآتاكم من كل ما سألتموه
اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. بارك الله فيك أختي الفاضلة، ما شاء الله تلاوتك جيدة، وفقك الله لما يحب ويرضى. معنا الأخ رمضان من ليبيا، تفضل يا أخ رمضان. معنا الأخ رمضان، راح الأخ رمضان. كان معنا الأخ رمضان من ليبيا، لكن الظاهر الأخت إيلاف من السودان، تفضل يا أختي. السلام عليكم ورحمة الله شيخنا الكريم. أهلا وسهلا وعليكم السلام. تفضلي من منتصف الصفحة. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. طيب إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. آمين. ربنا اغفر لي لا تقلقلي الراء أختي. ربنا اغفر لي، اغفر ولا تقولي اغفر. حاضر إن شاء الله. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ما شاء الله بارك الله فيك، ما شاء الله تلاوتك جيدة، الله يرضى عليك. معنا الأخت فوزية من المغرب، تفضلي يا أختي. السلام عليكم يا وعليك شيخ. الله يحييك، أهلا وسهلا. ستقرأي بروارش أم بحفص؟ بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام.
رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. بارك الله فيك أختي الفاضلة، تلاوتك جيدة، لكن انتبهي لكلمة أنت تقرأين برواية ورش طبعا، لا ظالوم، لا ظالو، لو اللام هذه مرققة ليست مفخمة، ورش يفخم اللامات المفتوحة، هذه ليست مفتوحة، لا ظالو، وليس كل لام مفتوحة طبعا، لابد أن يكون قبلها صاد أو طاء أو ظاء مفتوحة أو ساكنة، فهنا اللام مضمومة، لا ظالو، كذلك أضللنا، هنا ضاد، لا هي صاد ولا طاء ولا ظاء، أضللنا، أضللنا، ولا نقول أضللنا، لا تفخم اللام عند الضاد، عند الطاء والظاء والصاد فقط. بتلاوة الأخت فوزية من المغرب أيها الإخوة الكرام، نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج الإتقان لتلاوة القرآن، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في رحابك قلبي يشدو، وبك الروح لتغدو مرتاحة، في رحاب الله أستقي الأنوار منك، أنس وجداني إليك دائما يا كتاب الله، أنت في الظلمات ضيء، كل قلب فيك حي، من جفاك فذا شقي، يا كتاب الله أرتوي والقلب يتلو، والحياة فيك تحلو، أنت نور أنت فضل، يا كتاب الله بارك يا ربي بعمري، كن معي ربي بأمري كي أحفظ، يا كتاب الله حتى تقول يوم الحساب، رتل لي من ذا الكتاب، ولترتقي في جنان الله.